برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونشوف النهاردة صوت الله ورسالته اليومية لينا، واللي هتكون من خلال الأصحاح العاشر من إنجيل معلمنا يوحنا. الحقيقة الكلام عن راعي الخراف، عن قد إيه مهما كان الشيطان عاوز يخطف الغنم أو يخطف الإنسان من إيد ربنا عمره ما بيقدر. كتير قوي إحنا بنستسلم، كتير قوي بنتاخد، وكتير قوي بنغرق، لكن ثقوا إنه زي ما الكتاب قال لنا إنه بيترك التسعة وتسعين وبيجري وراء الخروف الضال، وثقتنا في ده هي اللي بتخلينا مهما كنا وصلنا لمرحلة الوحل، مهما وصلنا لمرحلة الضياع. في ناس الشيطان بيلعب عليها في اليأس، أنت حالتك دي مزرية، أنت إزاي ممكن ربنا يقبلك؟ يعني بدل ما يوقعه في الخطية هو خلاص بقى في الخطية، لكن لو لحظة كده عمل زي الابن الضال وقال الآن أقوم وأرجع إلى أبي، هنا الشيطان بيبتدي يلعب بروح تانية وبطريقة تانية مختلفة. إزاي هيقبلك؟ هتوري له وشك إزاي؟ هتقول له إيه؟ هو بعد كل اللي أنت عملته؟ لكن الحقيقة ربنا النهاردة تاني بيكرر لينا إن مش ممكن حد يخطفنا من إيده، وإننا محفوظين في حدقة عينه، وإنه في كل مرة هيترك التسعة وتسعين وهيجري ويدور حتى على الخروف الضال. بيسعدنا ويشرفنا أستاذ فادي فيليب الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون. أهلا بحضرتك أستاذ فادي. نورنا جدا، أهلا بيك. ربنا يخليك يا أستاذ. نشوف محركه السادة المشاهدين جزء من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح العاشر ونرجع تاني. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحدا أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. الإصحاح العاشر، واللي بيتكلم عن فكرة الراعي الصالح اللي بيحاجي ويدافع عن خرافه في كل وقت وفي كل أزمة. أستاذ فيليب في البداية، أستاذ فادي في البداية، لو حضرتك تدينا فكرة عن الإصحاح العاشر. هو الإصحاح العاشر اللي بيتكلم عليه هو حتى الإصحاح مسمي نفسه الراعي الصالح. أيوه. وده بيتقري تملي في رسامة البطاركة. طبعا. وتملي لما تلاقي في ناحية بطرك في السنكسار يعني وكده، بتقري الانجيل ده برضه في القطمارس في اليوم بتاع نيحه البطرك يعني. فالراعي الصالح هو ربنا عايز يقول لنا في الاصحاح ده، انا هو لا تخافوا، يعني انا معاكوا في طول الايام، انا ماسك ايديكوا في طول الايام، فما تخافوش مهما حصل. فعشان كده يقول انا هو الراعي الصالح، انا معاك في كل وقت في كل زمان انت عايش فيه على الارض. الكلام عن الراعي الصالح، ويمكن ناس كتير البعيدين عن الإيمان أو الناس حتى مننا لما تفكر اشمعنا الراعي واشمعنا الخروف، يعني ليه أنا أتشبه بالخروف؟ طب ما كان ممكن يبقى فيه تشبيهات تانية أقرب من أن أنا أبقى كده وهو يبقى الراعي. لكن في أكتر من موضع في الأناجيل الأربعة اتكلم عن الراعي وعلى تمييز الخروف أو الرعية لصوت الراعي. لو اتكلمنا عن الفكرة دي، يعني علاقة دايما الراعي بالرعية بتاعته، هو علاقة الراعي بالرعية، هو رب المجد ما كان عايش في وسطينا على الأرض، هو مدينا هذا المثل. أيوة. حتى قبل خلقتنا هو مدينا هذا المثل، يعني حتى في الإصحاح ده بيقول أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الباب اللي بتدخله وتخرجه عن طريقه. أيوة. فبيورينا أهمية قد إيه أنا معاك وأنا ما بسيبكش. في آية في المزامير في مزمور 139، نسجتني في بطن أمي. قد إيه الآية دي جميلة، وقد إيه أنا عن نفسي بحبها جدا، يعني إني قد إيه هو كراعي منذ ما أنا كنت لسه في بطن أمي، وهو بينسجني وبيخلقني جزء جزء فيا. أيوة. فبيبين لي ازاي هو بيهتم بيا، وزي ما الام او الطفل بيعرف نبضات قلب الام ويميزها، دقات قلبها عشان كده لما بيجي يعيط وهي تاخده في حضنها بالزبط. بيعرف بالامان وبيحس بالامان. أيوة. زي بالظبط لما انا ببقى انا الخروف، الحاجة كنت بتقول عليه اشمعنى انا الخروف وهو الراعي. أيوة. لان الراعي تملي الصالح اللي هو بيربي ولاده صح، بيبقى ماشي معاهم خطوه بخطوه، يعرفوا صوته وبيعرفوا صوته. عايز ادي كده تامل، احنا كخدام هل احنا بنتمثل بالراعي الصالح ولا لا؟ هل انا فعلا كخادم في الكنيسه او خادم في مدارس احد، هل انا بهتم بولادي في الكنيسه زي الراعي الصالح بتمثل بابويا؟ فعلا بكون انا ليهم باب ادخلهم السما بيه، ولا انا ببقى عايز اظهر وعايز اطلع امكانياتي؟ فهل انا فعلا الراعي لولادي ولا لا؟
السؤال ده لكل خادم فينا. يمكن السؤال الأكثر يا أستاذ فادي، إذا كان الخراف بيعرفوا يميزوا صوت الراعي، فإزاي أنا كخادم أو كراعي إزاي يكون ليا صوت مميز يستطيع أن الخادم أو الخراف أن هم يميزوه؟ إزاي أن أنا يكون ليا شخصية مختلفة؟ إزاي أن أنا طول الوقت هم عنيهم عليا؟ يعني ده واجب الخادم، يعني إذا قلنا على المخدوم أن هو يميز صوت الراعي، فبالأولى أن الراعي يكون أصلاً ليه صوت مميز. يعني هو الراعي ليه صوت مميز، أنا لو أنا بتكلم عن نفسي كخادم لازم أكون صوتي زي صوت الراعي بتاعي، لازم أتمثل بيه، لازم أعيش معاه، لازم أكون فيه عشرة معاه، عشرة قوية، عشان خاطر أخد مميزات الراعي الصالح. أي. لو أنا مش واخد مميزاته طب إزاي هبقى شبهه؟ إيه المميزات يعني؟ المميزات إن أنا أكون في عشرة معاه على طول. الإنسان المسيحي أو الخادم، أنا هتكلم على الإنسان عموما، الإنسان المسيحي يعني، يكون في عشرة معاه على طول في كل وقت، لازم أتكلم معاه عشان أعرفه أكتر، لازم أتكلم معاه في مشاكلي، لازم أدخل ربنا في كل تفاصيل حياتي. مش هعرف أميز صوت ربنا طول ما بتكلمش معاه. صحيح. مش عارف أميز صوت ربنا طول ما أنا ليا وقفة صلاة يومية، إن إزاي أنا بتكلم مع ربنا في كل تفاصيل حياتي. ما بقولوش أبانا الذي في السماوات ابقى فيها، لا، أبانا الذي في السماوات تمجد في حياتي، كون معايا. حتى هو لما قال لنا لما تيجوا تصلوا ادعوني أبانا، ما تقولوش يا سيدي، ما تقولوش حضرتك، ما تقولوش أي، هو لقب واحد بس أبانا. عشان كده الأبوة. وهي دي الميزة بتاعت الراعي، إنك لازم تكون أب. صحيح. وعشان انت تكون اب لازم تكون متعلم من ابوك ازاي تكون اب. وعشان تتعلم من ده لازم تتكلم معاه كتير جدا. صحيح. وعشان تتكلم معاه كتير جدا لازم كمان تسمع صوته عن طريق الكتاب المقدس. يقول افضل حاجه في ابونا ان هو يبقى ابونا، يبقى اب. يمكن بالظبط، يمكن بعد نيافه الانبا كراس كانت اكتر كلمه بتتقال عليه ان هو كان اب، يعني ان هو كان راعي. بالظبط. وكاننا يعني الانسان اكتر حاجه بيفتقدها فكره الابوه وان هو يكون راعي. يعني. بالظبط. هو الراعي مش فكرته ان انا اكتب كتابات واعظ وعظات، يعني كل ده حلو طبعا. طبعا ده كويس، بس الشرط الاساسي للابوه ان ابنك يحس بابوتك. صحيح. يعني انا لو قربت من ربنا انا هحس بقد ايه ربنا ده ابويا. التلامس. التلامس، والتلامس ده استحاله هيجي طول ما انا بعيد عنه، لازم اكون في عشره دايما. العشره دايما دي برضو بتيجي من مع الصلاه ومع الكتاب المقدس، عشان هو يسمع صوتي وانا اسمع صوته. يعني حتى انا وانت بنتكلم مع بعض، لو انا واقف في مكان وحضرتك واقف في مكان واتكلمنا، لو ما فيش عشره مش عارف ده صوت استاذ اسحاق، ده مش عارف استاذ اسحاق، مش عارف ده صوت فادي. لكن لو في عشره كبيره بيننا وبين بعض، حتى لو انا وشي مش باين ليه او وشه مش باين، هعرف صوته. وهو ده المشكله الاساسيه بتاعتنا كناس في عايشين في العالم، من كتر التشويش اللي حوالينا بنفقد صوت ربنا، رغم ان صوت ربنا موجود ومتواجد، بس احنا مش عارفين نميزه بين اصوات كتير. لما بنتوه، يعني الجزء اللي احنا قريناه النهارده من الاصحاح العاشر بيقول لا يخطفها احد من يدي. في ناس بتتخطف، في ناس الشيطان بياخدها وبتبقى في قبضه ايده، وناس بتبعد وبتضل ويمكن حياتها كلها بتتقضي بعيده عن ربنا. مع الوعد ده بان ما حدش يقدر ياخدها من ايدي، ازاي نشوفها في ظل الناس اللي الشيطان بينجح ان هو يخطفها وياخدها؟ الشيطان بينجح لان احنا اللي بننجحه، هو مش بينجح عشان هو شاطر، للأسف أنا اللي بخليه ينجح. ربنا مديني وعد كتابي ما حدش هيقدر يخطفك من إيدي. وعد ربنا صادق، يبقى لازم أنا أكون بثق في هذا الوعد. فهي مش شطارة من الشيطان أكتر منها خيابة مني. والشيطان طبعا ذكي، بستسلم. وهو لما سقط ما فقدش ذكائه، هو فقد نوره. لكن أنا اللي بديله الفرصة، بديله الفرصة لأني أنا بلتصق فيه أكتر ما بلتصق في ربنا. ما هو أنا لما بقع ما بيبقاش عندي مقاومة، بالعكس يعني ببقى أضعف من إني قادر أقاوم، فبيحكم قبضته علي أكتر. فهنا ببقى رغم ضعفي وسقوطي بحتاج المعونة والقبضة الإلهية هي اللي ترفعني. ما هو يعني هو رب، يعني أنا تملي بمثل إيه؟ إن ربنا على طول في الـ 24 ساعة مدد إيده لينا. بس هو ما بيجبرنيش إني أمسك إيده، ده عشان مديني الحرية إن أنا أختار هو ولا الشر. ربنا خلقني إنسان حر علشان لما يحاسبني يحاسبني بحرية، فهو اللي بيديني الاختيار، بس هو مدد إيده، صوته موجود في كل مكان. طب إزاي فكرة التبعية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة لا تفقد الإنسان حريته، ولا وإن فكرة تبعية ربنا مش بعزل عن فكرة حرية الإنسان؟
هقول لحضرتك حاجه يا استاذ اسحاق. احنا تملي بنقول ايه؟ خصوصا الفتره اللي احنا فيها دي، الحريه اني اعمل اللي انا عايزه. ايوه. طب مين قالك لما بتعمل اللي انت عايزه دي حر؟ صحيح. ده هي قمه الحريه انك انت تكون داخل برواز وصايا ربنا. صحيح. لان وصايا ربنا هي اللي بتديك الحريه، انت عايز تبقى حر مع ربنا ولا عبد للشيطان؟ صحيح. ما هو انت كونك انت بتنفذ وصايا الشيطان عشان تقول انا حر، اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، طب انت بتنفذ وصايا الشيطان. حتى في العالم احنا بقينا نعمل مفاهيم اخرى يعني نقول الحريه المسؤوله، الحريه المنضبطه، ما فيش حاجه اسمها الحريه عايمه كده عماله على البطاله. بالظبط، حريه مزيفه. لان فعلا هي قمه الحريه اني اكون تحت وصايا ربنا. أيوة. وصايا ربنا بتقول لي لازم اكون انسان ملتصق بيه. يعني ايه ملتصق بيه؟ أنا في كده سؤال جه في بالي من كام يوم، يمكن هطرحه عليكم دلوقتي ونتناقش فيه في حتة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يعني ايه الفرق بين إيماني وإيمان الشيطان؟ الشيطان يؤمن ويقشعر، ونحن نؤمن. الشياطين أيضا تؤمن. بالظبط. ده حتى هم يقشعروا ويخافوا أكثر. احنا ممكن في منا ناس ما بتخافش ربنا بس بتؤمن بوجود ربنا. إذا العمل. بالظبط. ومش العمل بس، زي ما موجود في غلطي الايمان العامل بالمحبه. يعني مش مجرد ان انا اعمل اعمال بس، ما ممكن اكون بتناول وبصلي وبصوم وبضرب مطنيات وبدي عشوري وكل حاجه، لكن فين المحبه في ده؟ فالايمان العامل بالمحبه ده عشان خاطر اكتسبه صح لازم يكون عندي اربع صفات. اول صفه هي صفه الرحمه. ان يكون رحيم، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. صحيح. والرحمه مش انا اعطي من مالي للاخر فقط، لا، الرحمه النظره رحمه. لو واحد انا طبطبت عليه وهو بيبكي دي رحمه. بيقول كده ممكن نظره تقتل ونظره تحب. صحيح. فاول حاجه اكون رحيم، تاني حاجه اكون غافر للخطايا. المشكله انا كانسان باخد دور ربنا في الديان. يعني هو خلقني كانسان. صفه ربنا ان هو يغفر ويدين. طب ليه انا بطمع في صفه الديان بس؟ مع انها صفه ربنا ما قاليش ده دورك اساسا. لكن وحط شرط عشان هو يغفر لي لازم انا اغفر الاخرين. اغفروا يغفر لكم، ان لم تغفروا الاخرين فلا غفران لكم. عشان احنا بنشوف ان الوصايا صعبه، يعني حضرتك لسه بتتكلم على اني اعيش جوه برواز، والسيد المسيح قال نيري هين وحملي خفيف، لكن احنا عشان عاوزين نعمل اللي احنا عاوزينه اللي من وجهه نظرنا دي الحريه، فدايما بشوف الوصيه صعبه، ان ربنا بيكتف، بل بالعكس لما مش بقدر اتحمل نتيجه اخطائي او اختياراتي بجيبها برضو في ربنا، انا مسير مش مخير. ما انا ليه بقول الوصيه صعبه؟ عشان انا مش عايش مع ربنا، مش بتكلم مع ربنا. حتة الغفران دي بالذات انا هكلم عليها، هي صعبة. مش اي حد يقدر يغفر اللي قدامه بسهولة. صحيح. بس طول ما انا ملتصق بربنا اكتر، وكنت ما انا ماسك بايده اكتر، هو هيديني القوة دي. هو مديني الوصية، ممكن تبقى وصية صعبة لكن مش مستحيلة. مش مستحيلة طول ما انا ماسك في ايده. طبعا. يبقى اول حاجة لازم اكون رحيم، تاني حاجة لازم اكون غافر للخطايا للاخرين، تالت حاجة لازم اكون نقي القلب. نقاء القلب ده تبقى نقاء القلب انهم يعينون الله. بأعين الله في حياتي. يعني ايه أعين الله في حياتي؟ لأن كل خطوة بأخطيها أنا بشوف ربنا، فبسمع صوته. بسمع صوته إزاي وبكل سلاسة؟ عشان نقي. زي كده الإرسال بتاع البث التلفزيون، طول ما بيبقى فيه نقاء في الجو، ما فيش غبار، ما فيش عواصف، الصورة نقية. الصورة نقية. الإنترنت حلو، الصورة بترسل نقية، لكن لو في غبار الإرسال مشوش. فعشان أنا أكون نقي القلب هقدر اسمع صوت ربنا كويس. رابع حاجه اكون صانع للسلام. طب الصنع ده بتاع ربنا، لكن ربنا قال لي لا، طوبى لصانع السلام يدعون ابناء الله. فلما اكون انا صانع للسلام مش هقدر اكون صانع سلام لوحدي. صحيح. هكون صانع سلام ازاي؟ اكون ابن الملك. ايوه. ابن ربنا. والابن بيتشبه بابوه. والابن بيتشبه بابوه. فاربع صفات بتخليني اكون اقدر اامن بعمل وبمحبه. الايمان العمل بمحبه. نقول لهم بقى الاربعه ورا بعض. اول حاجه الرحمه. الرحمه. ثاني حاجه الغفران. الغفران. ثالث حاجه النقاء القلب. رابع حاجه صانع السلام. لو انا اكتسبت الاربع صفات دولت كانسان مسيحي هقدر التصق بربنا كويس جدا، معني اتكلم معاه، معني اقرا كتاب مقدس، الكتب المقدسه اقراها، كل دي وسائط تقدر تخليني اسمع صوت ربنا كويس، يكون البث بتاعي
جايلك حلو جدا. امين، ربنا يدينا ده. وبشكرك جدا على الكلام الروحي الجميل استاذ فادي فليب الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم بالزيتون، نورتنا جدا. اشكرك جدا. شكرا لوجودك معانا، نورتنا. دلوقتي نخرج مع حضراتكم لفاصل، وبعدين نرجع نشوف بعد اعلان مجموعه من الفنانين والمشاهير عن تبرعهم بعد وفاتهم باعضائهم، هل في قانون بيحدد ده او بينظمه؟ بعد الفاصل.